يا صباح الجمال والروقان والحب والرشاقة وأحلى كلام لأحلى متابعين. حبيت النهاردة أعمل لكم فطار كده زي ما بيقولوا ملوكي، حاجة حلوة كده، سباكيتي النوتيلا. يلا شوفي معايا الفيديو لآخره، هيعجبك جدا. وما تنسينيش حبيبتي بالكلمة الحلوة والتعليق الحلو واللايك، أهم حاجة اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يا صباح الجمال، يا صباح الحلاوة، يا صباح السعادة، يا صباح احلى طاقة ايجابية بتدوهيني. بجد بشكركم جدا على فيديو الخبز بتاع امبارح، وبجد بجد ناس جربته في نفس اليوم وعجبهم جدا، مكوناته كانت بسيطة وسهلة، وكمان في نفس الوقت كان نتيجته حلوة جدا وطعمه حلو قوي. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض نوتيلا، سباكيتي نوتيلا. دي اكله يعني احنا بنعملها بس بشكل جديد وطعم هيعجبكم قوي ان شاء الله. هيكون معايا المكونات النهارده، انا هعمل الكميه دي على قد فرد واحد، عباره عن بيضه، هحتاج هنا فنجان من حليب جوز الهند او حليب اللوز. الوصفه دي للكيتو وممكن كمان تكون معانا الاكل الصحي، مفيش مشاكل فيها اي حاجه. هحتاج هنا معايا، انا هستخدم دي جوز الهند، انا هاخد حوالي 10 جرام. 10 جرام انا وزنتهم لكم، ال10 جرام تقريبا حوالي معلقة طعام، معلقة طعام اللي هي المعلقة الكبيرة ديت، تمام، مليانة خلاص. وفانيليا، وهنحتاج كمان معانا رشة ملح. سهلة جدا. اول حاجة انا هاخد البيضة، بسم الله الرحمن الرحيم، البيضة حط عليها الفانيليا، وصفة سهلة جدا وكمان هتشوفوا طعمها وشكلها هيعجبكم قوي. هبتدي ازوق البيض كويس، وهنزل بفنجان الحليب بالشكل ده، هبتدي اخلطه. وهضيف ال10 جرام من دقيق جوز الهند او تقريبا معلقة. بصوا الشكل ده. وفي الاضافة الاخيرة هي انا هضيف رشة ملح صغيرة، ذرة ملح، ذرة صغيرة جدا. وزي ما انتم شايفين انا هسيبها بس حوالي يعني من دقيقتين ل3 دقايق، عشان زي ما انتوا عارفين ان جوز الهند بيبتدي يتشرب السوائل ويدي معايا القوام اللي احنا هنشوفه مع بعض، اللي هو قوام ايه؟ قوام الكريب. يبقى انا هنا دي وصفة للكريب، ابسط وصفة للكريب، ومن خلالها هنطلع زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي سباكيتي النوتيلا. زي ما انتوا شايفين ده القوام. لو انت حسيتي ان القوام معاكي خفيف شوية، ممكن اضيف مثلا ربع معلقة من دقيق جوز الهند، لان طبعا دقيق جوز الهند بيختلف من مكان لمكان، بس شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه. تمام، يلا بينا بقى على النار. وهجيب طاسة غير لاصقة زي ما انتم شايفين كده، وفرشة سمن بلدي او زبدة او زيت جوز الهند براحتك خالص المتوفر عندك. وهبتدي انزل الكريب زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، واوزعه في الطاسة كلها، وهسيبه على نار متوسطة لحد ما يستوي خالص، مش هقلبه خالص. زي ما احنا شايفين ابتدى، بصوا، يعمل زي فقاعات كده، وابتدى يسيب الطاسة، شايفين من الاجناب كده، وابتدي احركه عشان اقلبه على الجنب التاني كده معايا. اسيبه بس لحظة كده وهبتدي اقلبه على الجنب التاني. بالشكل دوت بقلبه على الجنب التاني، وبرضك مش هحركه خالص زي ما انتم شايفين، ياخد حاجة بسيطة برضك من الجنب التاني، وابتدي اطلعه.
بس ما نحركوش خالص عشان ما يتفتفتش مني. طول ما هو بيبتدي يعمل زي الفقاعات دي كده اللي بنشوفها اهي كده، هو بيستوي من جوه. واول ما هلاحظ ان هو استوى هلاقيه بيفك خالص من الصينيه، الطاسه، زي ما احنا شايفين كده. ونفس الطاسه بروح ماسحه مسح الزيت تانيه او سمنه، وهنزل باقي الكميه. نبتدي افردها على الطاسه كلها. شوفي ده، هسيبها زي ما احنا شايفين كده. بصوا، بحاول ان انا ما احركهاش خالص غير لما الاقيها كلها تتفك معايا من الطاسه عشان ما تتفتتش مني. زي ما شايفين، بصوا انا التانيه لما طلعتها حلوه ازاي ومتماسكه اهي. هسيبها كده لحد ما احس وانا بحرك الطاسه ان هي ابتدت تتفك خالص من الطاسه اهي. لسه شايفين من جوه لسه نيه شويه، انا بسيبها على نار متوسطه بالشكل ده. مش عايزه افصل معاكم الكاميرا عشان اوريكم ان هو بيستوي ازاي، عشان محدش يقول ان هو بيطلعها بتتقطع. لا اهي لسه شايفين كده اهي استوت. هبتدي اقلبها على الجنب التاني بالشكل ده، يا دوبك تاخد برضه دقيقه لدقيقتين وابتدي اطلعها ونشوف مع بعض هنكمل الطريقه ازاي. زي ما احنا شايفين ده شكل الكريب، طلعت معايا اتنين، واحده كبيره وواحده يعني متوسطه. الكريب ده بصوا انا عايزه اوريكم اهو، هلفه كده اهو، شايفين طري ازاي اهو، حلو جدا. هبتدي بقى اخد الكريب وهبتدي الفه بالشكل اللي هنشوفه مع بعض كده. وعلى تقطيع، الف تقطيع، وهبتدي اقطعه زي بالظبط الاسباجيتي بالشكل ده. واضح معاكم اهو، شرايط رفيعه. وعندي نوتيلا، نوتيلا الكيتو انا عاملاها، وهنعمل احلى اسباجيتي نوتيلا للكيتو بطريقة سهلة جدا وحاجة جديدة ومن باب التغيير. هبتدي اجيب طبق التقديم، ابتدي اخد الكريب اللي انا قطعته على شكل شرايح اهو، وهجيب انا عاملة نوتيلا الكيتو اهي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم بقى بيبقى طعمها حاجه كده خطيره بقى، يعني طعمها لذيذ جدا. لو عندنا فراوله تبقى حلوه قوي احط معاها، ما عندناش فراوله ممكن احط كمان عليها قليل من الكريمه زي ما هنشوف مع بعض كده. زي ما احنا شايفين كده، وهنا لو عندك بردك ايس كريم او كريمه، انا عندي قطعه كريمه اهي، وهبتدي اضيف عليها بقى واحده من عين الجمل بالشكل ده، وشرايط اوراق نعناع بيديها تيست حلو قوي قوي. جربوا الكريب دوت وقولوا لي في التعليقات زي كده كلامكم الحلو، وهتعجبكم جدا. وان شاء الله الفيديو النهارده فيديو سريع ووجبه سريعه، والتيست بتاعها هيكون حلو جدا، اتمنى تجربوها. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، فيديو سريع ووصفه حلوه جدا هتعجبكم جدا. هدوق معاكم قطعه، عايزه اوريكم بقى قد ايه تبقى حلوه جدا. بجد خطيرة خطيرة بجد، جربوها. ومستنية تعليقاتكم ومستنية كلامكم الحلو، واللايك اهم حاجة حبايبي عشان الفيديو يترفع. واشوفكم بألف خير وسعادة وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.